رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنستقبل ضيفنا استاذ خالد صفوت. ازيك استاذ خالد؟ اهلا وسهلا اهلا استاذ بيك، عبد الرحمن، خبير عامل ايه؟ العلاج بالطب البديل والعلاج بالاعشاب والعلاج الروحاني. اهلا بيك يا استاذ خالد، نورتنا. نورنا استاذ خالد كان منورنا قبل كده برضو في لما كان في برنامج بيت شيما، يعني قبل ما يبقى بيت عبده شيما اللي مزعلنا. ماشي. كان منورنا برضو في حلقه من حلقات برنامجنا، واضافه كبيره لينا. نورتنا النهارده، وانت فعلا يعني دايما منورنا في بيت عبده شيما استاذ خالد. منورنا استاذ خالد. طب معلش قبل ما هنبدا معاك لازم برضو ايه نشوف المطبخ بتاعنا هنعمل فيه ايه. احنا هنبدا ايه الوصفه الثانيه معانا يا شيف؟ جيب البكبك. بدات تبكبك. بدات تبكبك. اول ما اللحمه هتستوي هننزل المكرونه ونستنى لما تستوي وكده الوصفه خلصت. تمام، مش اي حاجه تاني. احنا كده تقريبا خلصنا خلاص الوصفه الاولانيه. تقريبا اول ما تستوي بس اللحمه ننزل بالمكرونه وخلاص على كده. تمام، معانا ايه تاني؟ الوصفه الثانيه بقى معانا البيتزا. البيتزا، جينا للبيتزا. والبيتزا طبعا احنا عارفين ان مفيش واحده بتعرف تعمل البيتزا في البيت ودايما بتبوظ منها. تيجي تعمل البيتزا نلاقيها في الاخر باظت وتقول لنا ايه البيتزا بتيجي من بره. فاحنا النهارده مع الشيف عماد هيعرفنا ازاي البيتزا تتعمل في البيت وتطلع ناجحه جدا. صح يا شيف؟ صح طبعا. ورينا بقى علشان ايه نعرف الناس انها بتتعمل في البيت مش بره البيت برضه. خلاص انا سمعت على فكره. ماشي. حاجه بسيطه جدا وسهله جدا، بتختلف من مكان للتاني. كل حاجه في ايدينا، كل حاجه في ايدينا وسهله وبسيطه جدا، ومعانا المكونات يعني مفيش اسهل من كده. تمام، مقادير طبعا البيتزا هتنزل معانا على الهواء. عجينه البيتزا، العجينه هنبدا بيها بتكون كيلو ايه؟ دقيق، كيلو دقيق، 500 جرام ميه. تمام، هنتكلم برضو في موضوع الميه ده كتير. كيس خميره فوريه. تمام، 50 جرام سكر، معلقه زعتر، زيت زيتون، 20 جرام ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا. تمام يا شيف، دي العجينه. هنبدا بيها ونعملها. دي العجينه اللي هي يعني كل الناس عارفاها وكل الناس بتعملها فعلا. تمام. وهي دي المكونات الاساسيه اللي الناس كلها ثابته عليها. كل تمام. الفكره بقى في معيار الميه. في معيار الميه. تمام يا شيف. طب نبدا ونوري الناس. احنا برضه عايزين يعني نعرف المعيار الميه. هي الازازه الصغيره ديت 500 مللي. 500 مللي. تمام، فاحنا نص لتر نستخدم ميه. الازازه مش تمام. عايزين نستخدم النص مللي لان في ناس كتير ما عندهاش في البيت معيار. ممكن معيار اللي موجود عنده معيار بيكون معيار هو ازازه الميه الصغيره. تمام، بس هي ديت اللي هتخلي البيتزا ان شاء الله ناجحه معانا وتطلع زي ما احنا عايزين. مظبوط. تمام، بس هنبدا نعجن. تمام، هنحط الدقيق. كيلو دقيق عادي جدا، مش دقيق غالي يعني. تمام، طب هو الدقيق بيفرق؟ بيفرق، بس ده بيهتم بيه صاحب المطعم بقى، يعني اللي هو ايه صاحب المكان او في البيت او اللي عايز كده، اللي عايز يعلي التيست بقى بيجيب دقيق خمس نجوم. تمام، لكن احنا جايبين دقيق عادي جدا عشان نسهل الامور ونبسطها خالص. تمام، ادي كيلو الدقيق بنعمل فيه حفره كده عشان نحط باقي المكونات بتاعتنا. تمام يا شيف، بس هنشتغل. هنشتغل فيه. هنحط الزيت. تمام، هنحط الخميره. الزيت والخميره. تمام 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 يا شيف. وبعدين هنحط بقى البهارات بتاعتنا. طبعا البهارات مش كل حد بيحب يحط بهارات في عجينه البيتزا، بس انا بفضلها ان احنا نحط لها تدي بهارات طعم طبعا في العجينه اعلى، وتخلي ان انت ممكن تاكل العجينه لو بجبنه بس هتبقى تدي طعم. هنحط طبعا ايه؟ هنحط البابريكا. بابريكا، شويه وشويه زعتر. ماشي، شويه سكر وشويه سكر. ليه السكر؟ ليه السكر؟ بيعمل كرملة لما يتفاعل مع درجة الحرارة. تمام، فبيخلي البيتزا شكلها حلو كده بقى. كده المكونات بتاعتنا هي تي سهلة كده. تمام، هنحط معاها المية. لا مش هنحط المية بقى، هنبدأ نقلبها. هنظبطها الأول. نقلبها مع بعض وبعد كده في الآخر هنحط المية. طيب قبل ما نبدأ بقى نكمل في العجينة. المية اهي. المية. نحط المية على طول. على نص لتر كامل. هو 500 مللي الازازه الصغيره. تمام، هنحطها كامله. هنحطها بس واحده 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 واحده. واحنا بنعجن ممكن نحطها كامله، بس ممكن العجين يكلكع معانا سنه، فعشان كده ايه تمام. بنحطها واحده واحده ونقلب ونلم الدقيق. تمام ماشي. طيب هي بتاخد وقت قد ايه قبل ما تختمر؟ ساعه. تاخد ساعه. وبتفرق، بتختلف من الصيف للشتاء على حسب. لو الشتاء انا بفضل ان هي تكون يعني في درجه حراره الغرفه عادي. تمام، مفيش مشكله، لكن لو في الصيف افضل ان هي تكون في الثلاجه.
طيب يا عم نسيب الشيف طيب يعجن فيها بقى ونرجع استاذ خالد. استاذ خالد بتحب البيتزا بايه الاول يا استاذ خالد؟ ما ليش فيها يعني، ما لكش في البيتزا قوي. لا ان شاء الله تجربها النهارده من الشيف عماد هتعجبك ان شاء الله. طيب نبدا بقى مع استاذ خالد، نبدا طيب. اول سؤال، وكنا عايزين نعرف طالما موضوع حلقتنا عن الحسد، فكنا عايزين نعرف هو في فرق الاول ما بين الحسد والسحر؟ عشان يقول لك ده مسحور ده محسود، فايه الفرق ما بين الاثنين وازاي نعرفهم ده؟ هو اولا الفرق بين الحسد والسحر، السحر تمام اضعف من الحسد، اضعف من الحسد، اضعف من الحسد. السحر بيكون اقوى، ان هو بيبقى نوعين من الحسد، يعني الحسد ده نوعين، نوع واقعي يعني بيبقى العين نفسها عليها مارد، اول ما الانسان بينظر للحاجه تتحسد في وقتها على طول، يعني انا لو طليت للمج ده ان يتكسر يتكسر في لحظه، ده الجبار ده رقم واحد ده اللي بيبقى عينه عليها مارد تمام تمام. النوع الثاني اللي هو بتبقى نظره ضعيفه شويه، يعني ما يذكرش اسم الله، يعني ما يقولش ما شاء الله تبارك الله، يعني لازم اول ما نشوف اي حاجه لازم نذكر الله. هو فعلا بيقولوا العين حاسده، يعني الواحد ممكن يحسد نفسه يحسد ابنه يحسد حد يعني، دي حقيقه. أيوة. طب نحسن نفسنا بالاذكار يعني ولا هو الاذكار؟ والرسول عليه الصلاه والسلام علمنا طبعا اذكار الصباح اذكار المساء والاستغفار كتير والصلاه تحصين الانسان يحصن نفسه يعني، ده تحصين الحسد الكامل اللي هي الاذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاه. طيب في بقى احنا عايزين نسال حضرتك، ايه هو العلاج الروحاني؟ يعني ايه علاج روحاني؟ العلاج الروحاني هو علاج مبهم، يعني في ناس كتير ما تفهمش يعني ايه علاج روحاني. في ناس كتير طبعا مسميه نفسها المعالج الروحاني وهو ما يعرفش يعني ايه معالج روحاني. المعالج الروحاني من التشخيص بين زي ما انا فرقت دلوقتي الحسد تمام والسحر، ان العلاج الروحاني منافس للعلاج النفسي، يعني هو يعني في تشخيص نفسي نفس التشخيص المعالج الروحاني. فكذلك بيبقى هنا في حيره يعني بينهم هما الاثنين، في ناس تقول لك ده مرض نفسي والتاني يقول لك مرض روحاني. المرض الروحاني الناس مسميها مرض روحاني اللي هو ايه متعلق بالجن والسحر والحسد والكلام ده، فكده مسمى ايه مرض روحي، هو ما اسموش روحاني، هو المرض روحي إزاء الروح بالروح أخرى. ده المرض الروحاني. ده يخليني أسأل سؤال بقى، هو هل في علاج للحسد وفي علاج يعني روحاني للسحر؟ ده في ليه علاج ولا ده بيكون إزاي؟ هقول لحضرتك، ما فيش حاجة في علاج الحسد والسحر اسمها برنامج علاجي ولا منتج معين يخص في العلاج السحر والحسد. يعني مفيش حاجه ممكن اخدها لا 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 أو مفيش حاجه، يعني انت حضرتك جتني انا كمعالج شخصت من اوائل ومن نجاح علاج الحاله التشخيص المظبوط، شخصت حالتك اذا كانت هي سحر، اذا كان مرض واقعي عادي تمام، اذا كان مرض واقع عن حسد او عن سحر، كل ده التشخيص اهم حاجه، التشخيص المظبوط اديك العلاج تمام. زي انا واروح للدكتور الطب الاكاديمي بيكتب لي الروشته بتاعتي او العلاج بتاعي وبروح اشتريه من اي صيدليه انا عايزها، لكن ما اجبركش، ما فيش حاجه اسمها تعال خد العلاج من عندي عشان ده مروحن او عشان ده تمام معمول بطريقه معينه، ما فيش الكلام ده. يعني ما فيش حاجه، مفيش حاجه اسمها أنا معموله اه لا 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 لا, لا 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 هو العلاج قران تحسين الانسان يحصل نفسه قران بس، يعني ايه هو هنا التشخيص، بعد التشخيص يعني مثلا ايه قلت لك في العلاج خد الاعشاب دي بالكميه دي تمام، اشتريها من عند اي حد بتاع اعشاب، يعني ما ينفعش ان انا ازيد عنها او انقص منها، والايات المعينه من القران عشان اقولها لازم تبقى مظبوطه، ده من نجاح العلاج. طب ده خليني اسال حضرتك، هل مثلا الاعشاب دي ليها فعلا دور في الموضوع ده؟ طبعا هو علاج السحر بالذات ليس يعني ايه مش قران بس، يعني مش قران يتلى فحسب، يعني لازم القران مع الاعشاب لازم كده. طيب يعني هل من شروط علاج السحر استخراج السحر نفسه؟ لا لا لا
يعني زي ما بنشوف احنا الايام دي يقول لك ده مسحور ومعمول له سحر لازم نروح ندور عليه الاول ونجيبه. ليه بقى؟ عشان بس الساده المشاهدين يفهموا معانا شويه ويبقى مركزين معانا. انواع السحر كذا نوع تمام، منهم احنا نذكر مثلا ثلاث انواع تمام. في سحر بيبقى اسمه السحر المرشوش. السحر المرشوش ده بيترمى على الارض، اول ما بيترمى على الارض بيختفي او بيجف خالص نهائي. لما انا اجي اعالج السحر استخرجه من الارض ازاي؟ اذا كان شرط وجود السحر نفسه. يبقى اذا كده ايه المريض مش هيتعالج يعني. تمام. وفي تاني سحر بيبقى في الميه تمام. لا اللي بيشرب ده ممكن الواحد ده يرجعه. طب بعد قد ايه يفك بعد يعني مده يرجع هو ايه؟ لا لا لا، هو بقى هنا في النقطه اللي هنتكلم عنها. العلاج السحر والحسد في جلسه واحده، ودي تحدي. جلسة واحدة فقط. أي حد يقول لك خد الزيت ده أو خد المكونات دي، أصلا مروحانها، أصلا أنا قاري عليها حاجات معينة، وامشي ببرنامج شهر وتعالى تاني أو أسبوع، لا. هو العلاج واللي جلسة بيقول واحدة ده فقط. أصلي وده مش أصلي والحاجات لا 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 دي كل لا. ده مفيش حاجة اسمها أصلي أصلا أو غير أصلي. ومن شروط يعني المريض مفيش شروط خالص إن ياخد الأعشاب من عند المعالج. تمام. يعني يشتريها من اي مكان، اخد انا العلاج الروشتة بتاع العلاج واشتريها من اي عشاب تمام. انا عن نفسي بحب ان المريض يجيب لي الحاجه يشتريها من بره ويجيني عشان اشوف الحاجه هل صحيحه ولا ليها بديل عطاها له، عشان كده اذا كان ليها بديل ما ينفعش. يعني هي انت طب انت حضرتك بيبقى عندك الاعشاب والحاجات؟ لا لا انا ما بجيبش اعشاب. ليه بقى؟ اني انا مثلا ايه لو جبت اعشاب بيبقى فيها نقطه مشابهه شويه. انا اكتب الروشتة بتاع العلاج نفسها وبيروح عند اي عشاب يجيب الحاجه وبياخدها بالطريقه اللي انا قلت عليها، وهي اصعب او اقوى حاله سحر بنعالجها في حاله واحده، جلسه واحد؟ علاج واحد فقط لا غير. مفيش حاجه اسمها برنامج علاجي للحسد والسحر النهائي، يعني ما فيش حاجه من دي، كلها حاجات ايات من القران الكريم نقدر نقراها اللي هي بالتحصين، واعشاب طبيعيه من الطبيعه بنشربها. يعني حاجات كلها طبيعيه 100%، ما فيش حاجه مصنعه او حاجه معموله او تركيبه، كل ده غير موجود وما فيش حاجه منه تماما بالظبط كده. تماما. انا نرجع لشيف بس عشان ايه نبدا. احنا طبعا بعد ما عجننا عجنت البيتزا يا شيف وخمرت المفروض لمده ساعه ساعه تخمر بتبقى معانا بالشكل ده، ما فيش اي حاجه نبدا نعملها في الصواني بتاعتنا. تبدا نعملها في الصواني بتاعتنا. نعمل ايه بقى؟ هنبدا ايه ننزل بالبصوص. معانا طبعا الحشو بتاع البيتزا، معانا فراخ مقطع مكعبات مشوحه، معانا زيتون هينزلوا معانا برده على الشاشه دلوقتي بالمكونات، ومعانا صوص البيتزا، ومعانا جبنه موزاريلا. تمام يا شيخ. دي واحده بس صوص البيتزا، طبعا ايه في ناس بتعمله بطرق مختلفه. تمام. بس الاطفال يعني بيحبوا صوص بيتزا معين، بيحبوا معالق ثلاث معالق كاتشب على معلقه مايونيز على شويه زعتر فلفل اسود وملح بس، يعني ديت نتيجه مجربه جدا. تمام. ده صوص البيتزا اللي حابب يعمله في البيت نفسه، ده اللي حابب يعمل للاطفال. للاطفال. لكن احنا معانا طبعا دلوقتي صوص البيتزا الايطالي. معانا الصوص نفسه. معانا صوص البيتزا الايطالي، معانا الصوص نفسه هنا على الشاشه اللي عايز يعمله. 500 جرام طماطم مسلوقه. ايوه تمام. هي طماطم كونكاسيه. و100 جرام معجون الطماطم. طيب انا من رايي يا عبدو الشيف بس يبدا يحط الحاجه عشان وقت البرنامج. تمام ماشي. ومعانا نص معلقه ريحان ونص معلقه ملح وفلفل اسود، معانا معلقه سكر وبصل بودر توم بودر حسب الرغبه يعني. تمام. طيب الشيف يبدا يعني. هنبدا نعملهم. هنبدا نعمل البيتزا، نحط الصوص. تمام. هي سهله جدا، وبرده يعني انا بحب اقول حاجه بس بسيطه وانا شغال كده في البيتزا. ده الصوص خلاص، احنا هنشتغل دلوقتي في البيتزا. وحشو البيتزا عباره عن قطع فراخ وفلفل شرايح وطماطم وطماطم وزيتون اخضر وجبنه موتزاريلا. طبعا كل المكونات بتتحط على البيتزا. كل المكونات احنا هنعمل واحده فراخ وهنعمل واحده بالخضار. تمام. بتحط بقى في درجه حراره قد ايه البيتزا؟ يعني درجة الحرارة العالية أحسن ليها. إحنا درجة الحرارة لو عندك فرن في البيت شغال على 320. تمام. 320 يعني في إيطاليا في درجة حرارة بتوصل ل 730 و750، لكن إحنا الفرن 320 درجة كويسة وبتطلع معانا نتيجة كويسة إن شاء الله. يعني أهم حاجة يكون درجة الحرارة معانا عالية. تكون عالية أحسن. تمام.
تمام. لان هي العجينه بتكون مش يعني مش محتاجه درجه حراره انها عادة فترة طويلة. هي تمام. بتاخد 7-8 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده، وبتستوي. ما بتاخدش وقت وبتستوي العجينة معانا بسرعة. طبعا البيتزا كل الناس بيحبوها، كبار وصغار، بتبقى طبعا وبيحب النهاردة هنبدأ نعملها في البيت. وبقى في كمان شغل عليها كتير، فبرضه ممكن نوصل رسالة للشباب ان هم ينزلوا ويبدأوا يخوضوا التجربة. العملية سهلة خالص وبسيطة خالص. من 5 سنين كان لازم نعرف المعجنات كلها عشان نشتغل في البيتزا، لكن دلوقتي لا، دلوقتي البيتزا بس بقى قسم لوحده في كل مطعم، ممكن تقدر تشتغل وتكون حياه والدنيا جميله. ربنا يرزق الناس كلها يا رب يا شيف. عبل بقى ما نخلص ايه البيتزا نرجع مع استاذ خالد حضرتك، وكنا بنتكلم برضو وموضوعنا زي ما هو اللي هو موضوعنا النهارده عن الحسد. طيب الحسد احنا قلنا هنحصن نفسنا بالقران، هنحصن نفسنا بده كله. العلاج الروحاني دي جلسات بتتعمل، مين تقدر تشخصه وتقول له انت محتاج علاج روحاني وعايزين نعمل لك جلسه؟ بالنسبه للشخص اللي هو بيعاني من الحسد زي انا ما قلت لحضرتك عشان بس المشاهد يبقى متابع اللي احنا قلناه، الحسد اقوى من السحر. تمام. اقوى جامد، يعني في شخصيه ليه ان هو واقع. السحر نفسه بيبقى ايه؟ ضعيف جدا تمام عن الحسد. الشخص اللي انا اشخصه ان هو بيعاني من سحر او كده تمام، بيبدا معاه بانواع، يعني على حسب نوع السحر نفسه. طب يا استاذ خالد، ده خلينا نقول ان مثلا السحر اسهل ان هو يتعالج عن الحسد. صح كده؟ لان السحر ممكن جلسه، بتاكل الحسد ده ما لهاش حاجه. السحر نفسه ايه المكونات بتاعته؟ المكونات بتاعته بيبقى من عند الساحر نفسه، بيرسل لي مكونات تبع الشيطان. والشيطان ضعيف من اساسه، ضعيف جدا الشيطان. يعني اول انا مذكر اسم الله بيفر. تمام. فكده هو اضعف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ من العين اكتر من السحر. تمام. طب انا احنا الايام دي على السوشيال ميديا بنلاقي كده حاجه غريبه جدا، فجاه كده يروح المقابر يلاقي صور وعليها مش عارف ايه، والموضوع كمان ما بقاش حقيقي. يعني في ناس قالوا ان الحاجات دي مش حقيقي. تمام. انا من ضمن الناس اللي قلت ان هي مش حقيقي. تمام. تمام. ليه؟ السحر نفسه تمام، الشيطان بيعلمه درجات، يعني هو مش بيديله علم السحر او قوه السحر نفسه بالساهل. يعني كل ما يكفر بربنا اكتر بيديله علم. هو علم الشيطان بيديله 3 علوم، بيدي للساحر 3 علوم. لازم كأنا كمعالج لازم اعرف العلوم دي كشرح، انا ممكن اعلمها لاي حد. يعني زي انا مثلا اروح ادرس في اي مكان، هي بتبقى معلومه. كمن شروط برضو المعالج ان هو يبقى عنده التركيز او الخبره في قرايه الاشعاعات والتحليل، عشان اقدر ان انا اشخص الحاله اللي قدامي اذا كانت تعاني من حاله تابع الطب الاكاديمي ولا تابعي انا. يعني عايزه تمام؟ دراسه اكاديميه الاول. عايزه دراسه. عايزه دراسه. بس ان مش انت دراسة. هو الاحسن ان انا تمام. مثلا كمعالج او كخبير في الطب البديل والاعشاب الطبيه لازم دراسه، ولازم احصل على شهاده. اكيد. تمام. يعني هو مش علم طبعا كده. علم لازم دراسه ولازم طبعا. طبعا. لكن لما بتلاقي حد جاي لك تعبان وعايز دكتور او عايز فعلا يروح، يعني التشخيص بتاعه ان هو كده، بتبدا توجهه ان هو يروح للطب الاكاديمي، ان هو طبعًا يروح يتعالج عند طبعًا دكتور. دي بتوجهه. في هنا بقى استاذ عبد الرحمن في تشخيص، يعني انا لما ابعت حد يكون جاي لي وابعت حد عند مثلا دكتور في تشخيص معين وبيعمل التحاليل والاشعاعات والفحوصات الطبيه اللازمه وبيطلع ما عندوش حاجه، لكن هو تعبان كده بقى ايه؟ هو بقى ايه؟ بنشخص كده اذا كان عين او حسد تمام، اذا كان سحر. ودي طبعا ليها اسباب ودي ليها اسباب تاني. تمام. فنرجع لنقطه المقابر واستخراج السحر منها. يعني تمام. علم الشيطان نفسه مفيش اي معالج على وجه الارض يقدر يحدد مكان السحر فين اطلاقا. ليه؟ اذا انا حددت مكان السحر نفسه يبقى انا معايا شياطين. والشيطان ما يجر، يعني انت شفت 2 حراميه، واحد يجر على صاحبه، دي استحاله.
تمام كده. عشان اخش المقابر الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن نفش المقابر نهى ولها حرميات. تمام. التلات علوم اللي هو بيعلمهم الشيطان للساحر كل ما يكفر بربنا اكتر يديله علم، هو العلم الاول علم الرقم عشان الساده المشاهدين يفهموا اذا انا رحت ازاي اشخص بين ده معالج او ساحر. اذا رحت وطلب مني اسمي ساحر، اذا طلب مني صورتي ساحر، اذا طلب مني ان يكلمني فيديو تمام ساحر، اذا طلب مني الصور ساحر. اي سحر بنشوفه على السوشيال مش سحر واقع، مش واقع. ليه؟ ان علم الرقم مثلا خالد، تمام، السحر نفسه ما ينفعش يكتب خالد. تمام. ما ينفعش يكتب خالد، بيكتب ايه بقى؟ الخ. الشيطان بيعلمه الحرف الخ برقم 21 مثلا كمثال، هو مش 21، بيعمل خانة خال ويسقط اسم خالد بالأرقام واسم أمي بالأرقام، كده اسمه سحر الرقم، وده علم يعتبر من العلم المبدئي للشيطان للساحر. يكفر بربنا أكتر يديله العلم اللي هو اسمه علم الحرف. لا حول ولا قوة. تمام. بيعلمه خالد برضو حرف الخاء ليها رسم الطلسم معين. يعني بكذلك انا بشوف الاسحار اللي هي منشوره على السوشيال، تمام، بيبقى مكتوب ايه؟ سحر موت كده، يعني ومش عارف ايه، كلام ليس واقع وسحر مفبرك. يعني احنا لو قدرنا نتكلم او نقول، هنقول ان الساحر او ان هم الساحره اللي هم بيعملوا السحر يعتبر مش موجودين او قليلين جدا اللي يقدروا يعملوا حاجات زي كده، قليلين جدا، والمعالجين الصحاح قليلين جدا، والمعالجين الصحاح قليلين جدا. لكن دي تحتها يعني كذا خط عشان دي انا يعني بص اقول لحضرتك، هي الحكم مش مني انا او من حضرتك، الحكم من المريض نفسه او الشخص اللي بيعاني. ليه بقى؟ اصل المريض نفسه هو اللي حاسس بمين اللي صح ومين اللي غلط. ليه؟ ان في ناس كتير باخدها واقرا عليها. كذلك اقول لحضرتك على حاجه، الساحر نفسه ما يقدرش يحضر الشيطان في المقابر. تمام. المقابر لها حرمانيه، تمام، واسرار المقابر لا يعلمها الا الله. طب فعشان كده المقابر فيها جنه وفيها عذاب وفيها نار، يعني فيها اسرار كتير. أكيد. الشيطان ما يقدرش يحضر معاك ويقول لك هنا اصلا في سحر، واذا حضر تمام يبقى انت ساحر. يعني اذا انا قلت ان هنا في سحر البنت ساحر مش معالج. تمام. ده ساحر. ليه بقى؟ في تاني يعني استخراج حتى السحر نفسه يا استاذ عبد الرحمن. انا لما ادفنه تمام بيقعد مثلا، لو قعد اسبوع بيفسد. يعني هو الشيطان نفسه اذا كان سحر واقع صحيح، مثلا ان انا عملته على حاجه سائله وجيت دفنتها، او جبت صوره وكتبت عليها وعملتها بدم وجيت دفنتها، تمام، ما ينفعش اغلفها، يعني لازم ان هي تبقى في الارض مباشره، يعني وبتيجي لها مده وتنتهي يعني, يعني انا بشوف الصوره بتبقى جديده، تبقى يعني جديدة. ازاي ان انا دفنها ومستخرجها من القبر؟ طب يعني نقدر نقول الموضوع ده ايذاء نفس، يعني حد متضايق من بنته معينه فيعمل لها كده فيصور الصور ويقول مش عشان يأذيها نفسيا، ولا حضرتك فيها ايه؟ السحر نفسه بيبقى ناتج عن حقد. يعني انا لا انا ما اقصدش كده، اقصد دلوقتي على السوشيال ميديا في بنلاقي صور وبيقولوا ان ده معمول سحر، وفي الاخر بيقولوا يا جماعه الموضوع ده اشاعه، ودي حد عامل كده على الصوره وهو اساسا مش سحر، هو بس عاوز يأذيها او عاوز يضايقها فبيعمل ده. كمان عايز يعمل انتشر شو. ده كان الموضوع انتشر كمان. هو عايز يعمل شو، يعني مثلا هو يعني لما الواحد في مرة سألوا الشيخ الشعراوي، تمام، شايلين النعش بتاع الميت والنعش بيجري بيهم، رد عليهم قالوا مين اللي شايل النعش بتاع الميت؟ قالوا أهل الميت، فقالوا هم اللي عملوا كده. يعني أنا لما أنشر، أنا كمعالج أنشر الصور دي، تمام، عشان أعمل إيه؟ شو إعلامي النفسي. يبقى أنا اللي عاملها، يبقى أنا اللي عامل الصور دي. أصلا من السهل إن أنا أخش يا أستاذ عبد الرحمن على الصفحة بتاعته وأسحب صورة
واستخرجها من البلنطه تمام، واعمل عليها الشغل ده. وفي كمان يعني انت لو تلاحظ في الصور، في صور مش مطبوعه يعني هم عاملينها على البرنامج، يعني الشخابيط دي معموله برنامج مش قلم حتى يعني مش قلم. تمام يعني هو بدليل ان زي ما قلت لحضرتك السحر انواع. اذا انا كنت لازما ان انا استخرج السحر اذا كان في المقابر او ايا ان كان، طيب ما في سحر مرشوش في الارض هطلعه ازاي؟ في سحر في الميه صحيح هنستخرجه ازاي؟ طب يعني بس السحر انت قلت نقطه استاذ خالد ارجع لها تاني ان هو بيجي له كده كده مده وهينتهي لوحده، يعني حتى هو بيجي له مده وبينتهي لوحده يعني مش بيتجدد. بس في نقطه بقى في معالج تمام تروح له يقول لك اصلا انت خفيت اسبوع تمام ورجع تعب تاني، هو ما خفش الاسبوع عشان يرجع يتعب تاني، انت ما عالجتش. طيب هو رجع ليه؟ يقول لك اصلا السحر اتجدد تاني، ما فيش حاجه اسمها السحر اتجدد. انا لما عالج الحاله انا في واحد ساحر بيأذي الناس، جت حاله انا مش متذكره خالص نهائي يعني. الحاله لما بتجيني فيها سحر وبعالجها بحرق الشياطين كلها، عشان كده انا بقول لك علاج السحر في جلسه واحده فقط. فهو الشياطين اللي هو بيأذي بيها الناس اتحرقت، فبعت لي رساله على الصفحه الشخصيه بتاعتي رساله تهديد ونشرتها والناس كلها شافتها تمام. فطلبت منه قلت له قال لي مباشره انا لو حضرت شياطين تاني او عرفت احضرهم تاني اول واحد اكون اذيه او اعمل له سحر انت علي انا. قلت له انت لو هتعرف تعمل كده ما كنتش كلمتني ومش هتعرف تحضر شياطين تاني. ليه بقى؟ اي انسان بيحضر شيطان او اي انسان مسه الشيطان او السحر ما بيخش جوه الجسم، مس فقط لا غير، بيمسه خارجي يعني ما بيخش جوه جسده، بيمسه مس خارجي. لما بيتحرق ويجي يرجع تاني الشيطان ما بيرجعلوش واحد جديد. تمام. ممكن لو معنا وقت يا عبدو ولا احنا هنطلع فاصل وهنرجع عشان ايه الخطاب طيب. خلاص هنطلع فاصل سريع واستنونا نرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وكلامنا في السحر وفي الحسد وفي العلاج بالاعشاب مش هيخلص معاك طبعا يا استاذ خالد. انت كنت معانا النهارده منورنا، اتكلمنا واستفدنا من حاجات كتير، عرفنا حاجات ما كناش عارفينها، وعندنا اسئله تانية كتيره جدا برضو للمشاهدين والمتابعين. ان شاء الله تكون معانا في اكتر من فقره تعرفنا ونعرف اكتر منك ونستفيد ونعرف ايه الصح من الغلط، الناس تقدر تعرف وتفرق ما بين ايه اللي ممكن يستعملوه ايه اللي ما يستعملوهوش، ايه اللي يصدقوه ايه اللي ما يصدقوهوش. ان شاء الله كنت معانا ونشكرك جدا يا استاذ خالد. ربنا يا استاذ خالد. بالنسبه للشيف المبكبكه بقى ايه الاخبار بتاعتها؟ ورينا خلصت على كده. دي المبكبكه بتاعتنا استوت في الصوص واللحمه استوت ودي نقدر نرفعها كان نوريها لهم. دي معانا المبكبك نوريها لكم. الصوص يا جوسي جامد بيبقى تقيل. تقيل تمام. والبيتزا بتاعتنا اللي بتتعمل في البيت السريعه كمان اتعملت معانا بالشكل ده هنجيبها هنا معانا. تمام. والبيتزا معانا ممكن برضو خلي بالك يا عبد احسن تكون سخنه عليك تتلسع يا عبد. تسلم. تحب تقول كلمه شكر او توجه اي رساله يا شيف وانت كنت معانا النهارده؟ اتفضل. أنا والدي ووالدتي الله يرحمهم هم كانوا سبب إن أنا أكون دلوقتي هنا الحمد لله. ربنا يحفظك. أصدقائي وزوجتي وأولادي و... ربنا يبارك لك فيهم وإن شاء الله تنورنا تاني في بيت شيمان إن شاء الله تكون معانا أكتر من حلقة. شكرا ليكم. شكرا لكل ضيوفنا. شكرا ليكم. استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الأربعاء الجاي الساعة 4 من برنامجكم بيت عبده وشيمان. مع السلامة.